السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه ريزيوم ووردت، ده بيعمل ايه؟ بترفع له السي في بتاعك او تدي له صفحتك على لينكد ان، هو يديك تقييم ويديك نصايح عشان تحسن السي في بتاعك. فده ممتاز جدا، بحيث ان السي في بتاعك ياخد اهتمام من الناس اللي هي بتقراه. بيقول لك سجل من خلال جوجل او من خلال الفيسبوك، دي السي في رفعتها قبل كده. اللينكد ان بتاعي 88، لكن السي في 27%. هو بيبدأ يقيم بعض النقط كده، فأنت ممكن تبدأ ترفع السي في وتقول له والله بص عليه وشوف الدنيا الرأي بتاعك. فهو بيسألك السي في بتاعك خبرة كام سنة، تمام؟ بيقولك ايه، احذف السي في بتاعك هنا اهوت وأقول له أوكي، هبدأ يرفعه ويبدأ يديني كومنتات على السي في ويقيمه. فهو ده 26، وهيبدأ بقى يقول لك ليه هو ما ادكش الرقم دوت. بيقول لك كان في مثلا البيرسونال اند كونتاكت ديتيلز، هتبدأ يقول لك بقى ازاي تصلحها. الايميل موجود ولينكد ان موجود، وفي مثلا ديت اوف بيرث، تمام؟ بيقول لك شيلها، انا شايف انها مش لاش. ريموف يور ناشوناليتي، هو خدت انا نقط بسبب من دول، لكن انا شايف ان في الدول العربية بيهتموا بالنقط ديت، تمام؟ بيقول لك الحالة الزوجية متزوج ولا عازب، سعيد ولا مش سعيد. فانت ممكن تبدأ ايه، شوف يعني في حاجات هو عنده حق فيها وفي حاجات ممكن ما يكونش عنده حق فيها، او هو المقاييس بتاعته ممكن ما تكونش متطابقة معانا يعني، تمام؟ هو يبدأ يديك شوية نصايح فانت تبدأ تمشي عليها عشان تحسن السي في بتاعك.